السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذه اخر مره كنت شرحت لكم كيفاش نستعملوا لاكارت ديال وين باي انوي في الروتور ديال انوي. يعني اللي ما شافش الحلقه يمشي يشوفها، غنخليها له في الديسكريبسيون. ودابا بغيت نوريكم باللي كاين بالنسبه للناس اللي كيبغي يخدم حتى لي زابيل بالنسبه لهذا لاكارت، هذه ماشي غير الكونيكسيون. دونك غادي تحتاج تليفون عادي، تقدر تشريه من خردة ثمن رخيص، تكون المهم فيه غير لالين، ويكون يعني كيخدم بلا ضوء بلا حجرات، باش هكا توفر عليك دوك لي بي اللي غادي تشري ما تحتاجهمش. دونك تليفون عادي بحال هذا راه تيدوز له الضوء من لالين، يعني كافي داك الضوء ديال لالين كافي، حيتاش سامبل هذا ما فيهش بزاف ديال لي فونكسيون ديكرون، هذا ما كيحتاجش الضوء. وغادي تحتاج باش نربط هاد الجوج هادو، غادي نحتاجو كابل ديال لالين، ويكون عندو لي كونيكتور ار جي 11، هاد صغيورين ماشي ديال الانترنت ديال الكونيكسيون ما بين البيسي والروتور، لا يكون بحال هكا كابل صغيور عندو كونيكتور ار جي 11. دونك كتبرونشي واحد هنايا بالطريقة هادي، والاخر غتبرونشيوه في الروتر بحال هذا الشكل، هذا في هذه ديال لالين ديال 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 التليفون. دونك غنبرونشيو وهكا، دابا ربطناهم بجوج، ودابا ما علينا غير لاحظوا معايا، ركزوا ديما على هذا لو تروك هذا ديال 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 الفون، ركزوا عليه. ندير شي حاجه باش نهز هذا شي شويه، فوالا ركزوا معايا غير على هاد الفون، هذا هو اللي غادي يبدا يتبدل اللون ديالو ملي غادي نهز لاباراي. فوالا هو ولا كيسني بالزرق، يعني راني اون ليني مع التليفون. دابا غادي نجرب نصوني على هاد النمره اللي كاينه هنا بهاد التليفون. دونك غادي نجيو هنا و توجور ركزوا معايا على هاد الفون، هادي ملي غادي ندوز النمره. دونك النمره هي هادي، لاحظوا فون اش غادي يوقع ليها، وغادي تسمع ها هو كيصوني، شتي ها هو كيصوني. والفون الى هزيت غادي يجاوب هنايا، هانتوما ندير هو بارلو تيست تيست تيست، هانتوما كيما كتسمعوا الصوت ديالي كيرجع وكيتعاود، الى قطعت غادي يقطع، الى حطيت لاباري غادي تقطع لابيل، ها هو تقطع، وحتى الفون غادي تحبس ما تبقاش تسني. وكذلك العكس، حتى هذا نقدر نصوني منه، غير هو المشكل اللي كاين هنايا هو ما عنديش الصوت، لكن نحاول نبين لكم. غنغطي على النمره ديالي، ولكن هذا التليفون هذا باش ندوز اول حاجه خصني نهز بحال هكا، ما عرفوش كتسمعوا لا. ودابا نكتب النمره، هانتوما سمعوا معايا، وفي نفس الوقت لاحظوا فون راها اكتيف. شتوها؟ دونك الى قطعت فون غادي ترجع نورمال، شتيها؟ انا غادي نحط لاباراي، لاحظوا معايا فون صافي قطعت. دونك بلا ما نطول عليكم، الفكره راه وصلتكم، الفيديو ساهل. غتحتاجوا كيف قلنا كونيكتور ار جي 11 غديروه فون هنايا، غتحتاجوا تليفون عادي عادي يكون خدام غير بلا ليني، يعني ما ديروا ليه لا حجرات لا والو. والا شريتو الاخر اللي شي شويه عنده ليكرون، هذا راه غيكون معاه البريز ديال الضوء، المهم يكون عنده لا ليني، كتبرونشيهم وانت كتقدر تخدم بلا راه ما درت حتى شي كونفيغوراسيون في هذا، باش ما يسولنيش على لا كونفيغوراسيون، هذا راه ديجا بري كونفيغوري، يعني ما تحتاج دير حتى شي حاجه لا في انوي لا في اورانج لا فيام، غتحتاجو غير تكونيكتوهم وتستافدو من هذه الخاصيه ديال الفون اللي شحال واحد ما عارفهاش، راه هي مكتوبه هنايا. غندي برونشي الكارل ونقرب، راه هي هنايا الفون
دونك هادشي اللي كاين. نتمنى لا فيديو تكون عجبتكم. ما تنساوش الا لو فهمتوا شي حاجه ولا خليوها لي في الكومونتير. نتلاقاو في فيديو الجاي. السلام عليكم.